Bonjour mes élèves. Ouvrez le fascicule page 14. On est en train de préciser une direction. Il y a préciser une direction, il y a une autre direction, ou une autre direction, ou une autre direction. جايب لي هنا بيقول لي اوي اوي يعني وير از حسب بقى انا بسال على انهي بلاس اوي لو مارشي اوي لو كلوب اوي ليكول اوي لو ميوزي انا بسال على مكان حاجه او كومون تالي ا يعني هاو كان اي جو تو ذا كلوب كومون تالي على او كلوب كومون تالي على ليكول كومون تالي او ميوزي طبعا ال ا دي بريبوزيشن بتتغير حسب البلاس اللي عندي حسب اليو اللي عندي زي ما اخذنا البريبوزيشن دو ليو بريبوزيشن بتاعت البلايسز بيقول لي vous allez tout droit يعني ايه tout droit يعني على طول او vous prenez la première rue à gauche او à droite يعني هتاخد اول street the first street à gauche يعني on the left او à droite يعني on the right c'est tout droit يعني على طول قدام على طول vous prenez la première rue à droite هتاخد اول شارع يمين et ensuite le deuxième rue à gauche وبعدين تاني شارع شمال يبقى بريمير يعني فيرست دوزيام يعني سكند رو يعني ستريت ا غوش اون ذا ليفت ا دروات اون ذا رايت بعد كده بيقول لي بور بروندر لو مترو علشان اخد المترو او علشان اركب المترو اول ستيب لازم اعملها فو جاشتي فوتر بيي او جيشي لازم اشتري التذكره بتاعتي من الجيشي فو كومبوستي فوتر بيي يعني زي ما بنحطها في المكنه كده في المترو حد اكيد كلنا رحنا القاهره قبل كده لما بندخل التذكره في المكنه كنا احنا بنعمل كومبوستي للبي زي ما كاننا بنعملها اكتيفيشن يعني فو شوازي سي فوتر ديريكسيون بنختار الدايركشن بتاعنا نشوف هنمشي ازاي لا كورسبوندونس اي تانديكي سور لو كي يعني الاتجاهات والاماكن كلها زي خريطه كده موجوده بيبقى عندي كل اتجاه وكل مكان انا عايزه اروحه اتونسيون يعني تيك Prenez la bonne direction. Take the correct direction أو the good direction. ناخد الاتجاه الصح الاتجاه اللي احنا عايزينه بالظبط. اللي أنا عايز أعرفه في الديركسيون هنا الكستيون بيبقى إزاي؟ أوي بلس بلس أو كومون تالي أ أو بريبوزيسيون بلس بلس ولازم أعرف كلمة رو يعني ستريت أ غوش أ دروات أون ذا ليفت وأون ذا رايت تو دروا يعني ستريت أو على طول بريمير إي دوزيام بريمير يعني فيرست دوزيام يعني سكند. بس كده هو ده بالنسبة للديركسيون